على قارعة النسيان يعيش ملايين اليمنيين دون اهتمام فعلي بمعاناتهم الإنسانية. تجاوز عدد عدم القادرين على تأمين كفايتهم من الطعام 20 مليونا، نصفهم تقريبا باتوا يعتمدون بشكل رئيس على المساعدات الإغاثية، وملايين الأطفال لا يعرفون متى ستأتي وجبتهم التالية أو ما إذا كانت ستأتي أصلا. فقد أصبحت أكثر من نصف محافظات الجمهورية مهددة بالمجاعة، وقد بدأت بوادرها في مناطق عدة كما هو الحال في تهامة وحجة والضالع وإب. الموت يتهدد حياة 5 ملايين طفل يمني تحت طائلة الجوع والأوبئة، والرقم مرشح للزيادة بفعل الارتفاع المتسارع لأسعار المواد الغذائية. وفقا لمدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في عدن، فإن شحة المصادر الغذائية بالإضافة إلى القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية تتسبب بمعاناة أكثر من 8 ملايين يمني، خاصة الأطفال. وضع مؤسف يفترض أن يستدعي اهتمام العالم بالمعاناة في اليمن، لا سيما والتقارير الدولية تتحدث عن أن 3 من بين كل 4 يمنيين بحاجة للمساعدات الغذائية.